هوني نحكي اسكتوا لوين رايحين؟ طبعا على جهنم. اذا ما في عندهم اوادي بهالدوله يروحوا يهجروا. لا لذلك راح يوصلوا سياستهم هن اوعى بعد فلت لسانك بالصدق لا انت ولا كل شيء شايف حالك فيه بتوصل لتحت زناري. هذا هي ما في حكي هذا كل هالعالم شرعتونا. وصل كذبهم انه في سرقة بالكهرباء 40-50 مليار دولار. هن بالحقيقة 20. صوته تيار. صوته معنا للكهرباء ومش للمولدات. نحنا كنا ورح نبقى مع 24/24. ننتقل لا عند رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري ونشوف شو كان موقفه من النصاب القانوني لمجلس النواب. نحن بنعتبر النواب 128 ولا اذا استقال او توفي نواب نحسب بطريقه مختلفه. هات لنشوف شو كان موقفه شو صار موقفه. لو الرئيس الحضور 128 او في حدا غيب دون سبب. 127 يبقى النصاب دائما 86 باعتبار عدد النواب يؤخذ على عدد النواب المسجل قانونا وليس واقعيا. اذا معمل النصاب يؤخذ على عدد النواب قانونا وليس واقعيا. هيدا ب 31/10/2016 بوقتها هذه جلسة انتخاب الرئيس وكان النائب إذا مش غلطان إدمون فاضل يمكن كان مستقيل روبير فاضل 127 ب 28/10/2021 جلسة اللي أقروا فيها قانون الانتخابات بتنقل عنه الوكالة الوطنية القول التالي بما أنه سيد نبيه بري عامل شيء ما بعرف شو في كتير جلسات بيعملها خارج من الإعلام. هو بيفترض بأنه هو العشر إعلاميين يلي بيحضروا بالمنصة هن هذا دليل على أنه الجلسة للعموم يعني نموذج على مستوى الشفافية والديمقراطية شيء لا يعلى عليه يعني صراحة. المهم يعني واحد لدرجة بيصير يرجع يقول رزق الله على ايام غازي كنعان على القليل كان ينقلوا الجلسات يعني شوف لوان قد الواحد واحد بيتحسر يعني 128 11 منهم بين متوفى ومستقيل والنصاب يكون 59 اذا هو ما اعتبر النصاب هون قانونا وانما اعتبره واقعيا. نبيه بري 2016 وفي كون وين موازي سنه 2021 خلينا نشوف النتيجه. طبعا ضروري نشوف النتيجه. هل ثبت الرئيس نبيه بري على موقف ايه؟ لا. هللويا هللويا